كيف نصنع قطعة ديكور بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ نحتاج إلى كرتون مقوى، مشرط، ألوان إكريليك، ورق شفاف، صمغ، صحن كبير وصحن صغير، قلم تحديد حبر سائل عريض، ألوان رش، ريشة. نقوم برسم شكل دائري باستخدام الصحن الكبير على الكرتون المقوى. نقوم بقص الدائرة باستخدام المشرط. في منتصف الدائرة نقوم برسم دائرة أصغر. نقوم بقص الدائرة الصغيرة بالمنتصف. نقوم برش الشكل باستخدام ألوان الرش باللون المناسب. ننتظر جفاف اللون، وخلال هذا الوقت نقوم برسم دائرة صغيرة على الورق الشفاف باستخدام قلم التحديد. نقوم برسم خطوط حسب الشكل المرغوب باستخدام قلم التحديد. نقوم بقلب الورقة وتزيينها بالشكل المطلوب باستخدام ألوان الإكريليك والفرشاة. نقوم بلصق الورقة من الجهة المكتوب عليها بقلم التحديد على الإطار. نقوم بقص ما تبقى من الورقة الشفافة. هل تعلم؟ يطبق تعبير الفن الإسلامي على الإنتاج الفني الذي وقع منذ الهجرة عام 622 ميلادية حتى القرن التاسع عشر.